عجلة افتتاح المشاريع تعود للدوران من جديد. محافظة بغداد تقص شريط 4 مدارس في قضاء الطارمية شمالي بغداد، مشروع تم بالتعاون مع صندوق إعادة إعمار المناطق المتضررة من العمليات الإرهابية، افتتاح بحضور محافظ بغداد ووجهاء القضاء. هذه مدرسة تابعة لمحافظة بغداد هي اللي أنجزتها، وعندنا 3 مدارس أخرى قام بها صندوق العمار مشكورا أيضا بالمناطق اللي تعرضت للإرهاب. أيضا هسه نتوجه إلى تشوفون هذه المدرسة، 3 أيضا تم افتتاحها هذا اليوم، وهذه المدرسة يعني تطلع 4 مدارس في مكان واحد اللي ضمن قاطعة تاج. هذه المدرسة اللي من جاز محافظة بغداد متكونة من 24 قاعة، 18 صف دراسي والباقي هي جناح إداري، والباقي المدارس 12 صف اللي هي من صندوق الإعمار. مدارس منها من رممت وكتبت لها صفحة جديدة بعد العمليات الإرهابية، ومنها من شيدت حديثا، شروق جديد يطل على سماء التعليم في الطارمية، لاقى ترحيبا من الكوادر التدريسية والطلاب. يعني ككادر تدريسي وكمعلمة يعني فرحنا بهذا الشيء، فرحنا بهذا المدرسة، يعني انفتحت مدرسة جديدة بحيث كانت مدرستنا قديمة. أنا اليوم فرحان لأن انفتحت المدرسة الجديدة ونجي أنا وأصدقائي نتعلم بها. 4 مدارس أبصرت النور من أصل 25 ستكتمل خلال هذا العام ضمن خطة محافظة بغداد حيال ملف المدارس. ما أقدمت عليه محافظة بغداد من خطوة يتطلع أهالي القضاء أن تليها خطوات أخرى بمسارات مغايرة لإنهاء أزمات عدة يعاني منها قضاء الطارمية. من العاصمة بغداد، بدر الركابي، التغيير.